السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. نعم تفضل. حضرتك انا مأجر قطعة ارض للواحد ومش ملتزم معايا في الايجار. وجينا نكتب العقد حاليا فانا قلت له في شرط من يوم 1 ليوم 10 بعد يوم 10 اخد منك 50% زيادة عن قيمة التأخير. ده انا ما فهمت ماذا قلت؟ وانا انا الايجار مش ملتزم معايا هو في الايجار خالص. فقلت له الايجار بتاعي من 1 ليوم 10. بعد يوم 10 هاخد منك 50% على قيمة الايجار غرامة. تلتزم معي. إيجار شهري ولا إيش؟ إيجار شهري يعني هم أجر منك محل، إذا قلت له إذا لم تسدد خلال 10 أيام من بداية الشهر سأخذ عليك غرامة مالية. تمام كده لا 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 يجوز كده. طب الحل ما تأجرلوش خلاص. طب الحل